Alors, une question, enfin un commentaire de Monsieur Massi Amazir, il vous dit, en parlant pas de vous, hein, vous avez saboté la démocratie en 1991, vous êtes en train de saboter le Hirak avec votre idéologie islamique. Tout Ça, à c'est fait. vous. شوفوا الإسلاميين هذا أيها الشعب الجزائري يا جماعة يا اللي تمنوا بالفكر الإسلامي راهم القيادات نتاعكم يخدموا مع النظام الجزائري مع المخابرات الجزائرية من وقت لا سيكوريتي ميليتير لا دي سي اس ام إلى يومنا هذا يا جماعة فيكم راهم يستعملوا فيكم يرحم والديكم ربي في قلبي والقانون في يدي الهضرة قانون أما الله عز وجل والإسلام خليوه قضية خاصة ما تحتكرش الإسلام نتاعي سياسيين أنايا وش تدبر عليا نتايا دولة إسلامية ودولة لاهوتية وين شت الدولة الإسلامية هذه وكتاش اكزيستات الدولة الإسلامية هذه تحلموا حطوا لكم في دماغكم أحلام وأفكار زائفة وخاطئة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وما احترموش لما توفته المنية بور ان كونفلي بوليتيك خلوه قريب 3 أيام باش دفنوه وين الدولة الإسلامية فيقوا ما يستعملوكمش وما يستعبدوكمش جاست قبلكم الدولة المسيحية وشفنا وش صار 600 سنة قبل الدولة الإسلامية وجاست قبلها اليهودية والديانات الأخرى وشفنا كل ما بني نظام سياسي على أساس ديني كانت كارثة إنسانية لا يرضاها الله ولا أنبياؤه ولا رسله وما كان لا في القرآن لا في السنة كان في أفكار مشعوذين يتلاعبون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أخشى ما أخشى على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن هذو هما المنافقين الله لم يقول لكم دولة إسلامية نزيد حاجة نضيفها كل من يقول لكم دولة إسلامية فهو عنصر عميل فعال للصهيونية العالمية اللي ينطق كلمة دولة إسلامية فهو صهيوني فهو صهيوني فهو صهيوني لأنها كلمة حق أريد بها باطل دمار شيطاني سي لا فيريتي ما نجيش نقول حاجة بيان سو سي لا فيريتي Alors, HMMH, il vous dit, le soi-disant ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Chito, a insulté tous les professeurs de l'université d'élite en réduisant avec mépris leur niveau à zéro. D'abord, il doit rectifier son niveau à lui. Lui, déjà en tant que personne. Parce que s'il valait quelque chose, ça fait longtemps qu'un opportuniste pareil serait parti à l'étranger. C'est au pays des aveugles, le bord des rois. Et je crois que je vous ai répondu. Alors, il y a, je voulais juste. J'ai noté ça quelque part, M. Rahmani, parce qu'il y a un parlementaire qui veut séparer les garçons et les filles des universités. Wallah, ya madame. Non, écoutez, je ne commente pas ça. C'est pas que le commentaire. Est-ce qu'il sait que c'est à partir de l'université qu'on construit une nation? Je ne commente pas ce genre d'imbéciles, je ne les commente pas. Mais ils veulent tuer la nation algérienne, monsieur Rahmani. Mais c'est même pas. Madame, je ne commente bon, pas. D'accord, on passe à autre chose. Je ne peux pas descendre plus bas que ça. Non, mais ce n'est pas une question. C'est que c'est dans les bancs d'université qu'on construit une nation. Mais où est-ce que vous avez dit là? Donc, encore une fois, monsieur Rahmani, le Parlement, ils veulent détruire la nation algérienne. Mais ma neige, Parlement. Peu importe. Oh. الشعب الجزائري يسميها برلمان الحفافات حاشا الحفافة كصنعة لأنها صنعة محترمة الحفافة لكن سماها هكذا علاش باش ما يقولش كلمة أخرى نسمعوا لهم حنا هادو مازال نسمعوا البرلمانيين مدام نو ما نسمعولوش مسي رحماني باش الشعب الجزائري فيق راه يبي اون دونجي بيان سور مع الحيوان هادو سي نورمال مي سي نورمال لازم هذا النظام الفاسد هذه السلطه المافياويه هذا الشيف دايره اللي عطاه منصب رئيس الجمهوريه وفرحان به كيما المهبول في السوق ولا في العيد الكبير لازم يفهم باللي محال يكون ان ابيزمون بلا ما تكون هناك عداله وحريه راي وحريه
عمل سياسي وعمل مجتمعاتي. كنقول عمل مجتمعاتي لا سوسيتي سيفيل. هذا تبون المسخ المعتوه عقليا هذا بيان سور جابوه باسكو على قد يديهم لانه ما عندوش ريحه الرجاله. المعتوه عقليا هذا به بالجنرالات هذو لي كراباتير هذو يعني اللي نورمالمون راهم في ديار الشيخوخه لانهم فاقدين العقليه وفاقدين الاهليه. هاد الناس ما قدروش يفهموا باللي خلاص الجزائر الثوره الحاليه ما راحش تكون جزائر الامس، ما راحش تكون. الخوف، جدار الخوف سقط، لو مير دو لا با سي تيفوندري سي فيني. لو بوب نا بلو با، الشعب ما بقاش يخاف وما عندوش منه يخاف. وكذلك الحديث نتاع يتجه الى قوات الامن والى الجيش الوطني الشعبي، ما عندكمش على واش تحترموا جنرالات مسخين فاسدين خونة منافقين. كل واحد منهم عنده ولاء الدولة، واحد يصلي لفرنسا، الاخر يصلي للامريكان، الاخر يصلي للروس، الاخر يصلي لاشين، الاخر يصلي للخليج، الاخر الامارات. ما عندكمش علاوه، ما عندكمش علاوه انتوما الجيش الوطني الشعبي اللي معبأ بالمبادئ، جيش التحرير اللي معبأ بمبادئ الجزائر الحرة اللي قدمت تضحيات. انكم تسمعوا لهاد الناس، هاد الشمايت، هاد الشياب، هاد الخماجات، هاد البندية، هاد الكلاب. وهنا اتحدث مع الجندي ومع الرقيب ومع المساعد ومع السوليوتون والليوتون والكابيتان والكوموندون والليوتون كولونيل والكولونيل اي كالكو جينيرو اونيل. الباقي بكل للزبالة، الباقي بكل سي دي ميردو. وانتوما في الجيش على بالكم، على بالكم باللي ما يرتقي للمنصب الا اذا كان خامج مسخ عميل للمافيا اللي حاكمه الجزائر. دونك انا نطلب انه الجيش يواتب على الامن في الجزائر وعلى التكانات، بصح يتمرد في حاله ما جاته اوامر مضاده للشعب الجزائري مهما كانت الظروف، انه يتمرد على الاوامر اللي تخليه يتصدى لخوه اللي راهو برا. لانه الحر هذاك اللي راهو برا هو ثاني عسكري مقاجي، مقاجي من اجل الجزائر، مقاجي من اجل حريه الجزائر، مقاجي من اجل العداله، من اجل المستقبل، من اجل التساوي والفرص. بركاونا من بلاد كيما الجزائر مازالوا الحراقه حاكمين البابار، وناس تموت وتعازية الناس قالمه اللي مات ولادهم في البحر. هادو اللي سمعنا بهم واللي ما سمعناش يعلم بهم ربي. كذلك حتى ان نؤاسي كل الامهات والاباء اللي ولادهم طايشين هنا في فرنسا وفي الالمان وفي اليونان في الحباس وفي الترك. ازمه ويجي يقول لك اني رئيس، ويجي يقول لك اني رئيس حكومه، ويجي يقول لك اني قائد اركان، ويجي يقول لك اني جنرال ماجور، جنرال تاع الزبل، جنرال ماجور تاع الكلخ، جنرال ماجور، جنرال ماجور يا طحان. ولاد الشعب الجزائري، فلذات واكباد الشعب الجزائري تموت في البحر، يا كلب ياكل فيها السردين. نعل والديكم، الله تربحكم.